وإلحاده، أنه أتى مرة بقارورة وضع فيها شيئا من اللحم والماء ثم أغلقها وتركها بضعة أيام، ثم بعد فترة خرج من هذه من هذا اللحم الدود الكثير، قال: أرأيتم؟ هذه مغلقة، أنا الذي خلقت هذه الأشياء. فما الجواب؟ ها؟ أحسنت. قيل له أو قيل لجعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى، أخبره عن هذا وقال: فليخبركم كم عدد هذا الدود، وأيهم الذكر وأيهم الأنثى؟ فبهت، وقيل إنه رجع عن هذه العقيدة الفاسدة. وهذه العقيدة بارك الله فيكم تدرس الآن في دول في شرق الأرض، الدول التي تتبنى المنهج الإلحادي، تقول لك: انظر هذه الأمور تفعل كذا وكذا، تضع هذه الأمور وهي تتولد لوحدها، ليس تم تخالق ودبر هذا الأمر. فيقال لهم كما قيل للجعد ابن درهم: كم عدد هذه الدود، وأيهم الذكر وأيهم الأنثى، وما هو رزق هذا ورزق هذا، ومتى يموت هذا ومتى يهلك هذا، وغير ذلك. وأنت بارك الله فيك دائما إذا وجدت ملحدا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، دائما إذا حاورت هؤلاء الناس وهذا الصنف من الناس، تجد أنه يحاول أن يثبت لك كيفية وجود الأشياء، فيدخلك في كلام طويل، يقول لك: هناك حدث انفجار بين الكواكب، ثم حدث اصطدام، ثم تولدت كذا، ثم كذا وكذا وكذا. هو الآن يخبرك عن الكيفية. قل له: أنا ليس لي علاقة بالكيفية، أنا علاقتي بمن، من الذي فعل كذا، وليس المقصود كيف حدث كذا. فإذا أعطيته المجال في الحديث عن كيف تخلق الأشياء أو كيف تكون أو كيف تصير أو كيف كذا، سيبعدك عن المبدأ الرئيس وهو منشأ هذه الأشياء وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة العقلية بارك الله فيكم التي استدل بها بعض الأئمة رحمه الله تعالى كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه، أن ثمة فلاسفة ممن ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أرادوا مناظرته في إثبات وجود الله جل وعلا، فقال لا تصور بارك الله لا تصور. لا تصور. فقال بارك الله فيكم أنه أنا منشغل الآن في ذهني منشغل في أمر قد أشغلني. قالوا له: وما هو؟ قال: رأيت سفينة أو رأيت أشجارا قد تقطعت لوحدها، ثم اجتمعت لوحدها، ثم أتت المسامير فدخلت في بعضها البعض، ثم تكونت سفينة، ثم حملت البضائع على هذه السفينة لوحدها، ثم أبحرت في المحيط لوحدها من غير ربان ولا قبطان ولا ملاحين، حتى وصلت إلى الضفة الثانية، ووقفت هذه السفينة لوحدها، ونزلت هذه البضائع لوحدها. فقالوا: نحن أتينا لنناظرك، ظننا أنك عاقل، فظهرت لنا أنك مجنون. فقال: سبحان الله، شمس تشرق وتغرب، وقمر يمشي، وأشجار وأنهار وسماء وأرض ونباتات وحيوانات وبهائم وبحار ومحيطات وأسماك، كل هذا لوحده، وأنتم عجزتم عن السفينة تصدقونها؟ أنتم قلتم الذي إن كانت هذه السفينة تجري لوحدها هذا جنون، فكيف بسائر المخلوقات أنها تمشي وتسير لوحدها وليس ثمة مدبر قد خلقها ويدبر أمرها؟ فالمقصود بارك الله فيكم أن الأدلة على خلق الله جل وعلا لهذا الكون هي أظهر ما تكون، هي أظهر ما تكون فطرة وعقلا وحسا،
وشرعا. قوله رحمه الله تعالى: ورزقنا. الرزق في اللغة العطاء، الرزق في اللغة العطاء، كما قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه، أي اعطوهم منه. فالرزق في اللغة العطاء. والرزق بارك الله فيكم على نوعين: رزق عام لكل المخلوقات، الإنس والجن والبهائم والحشرات والدواب، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا رزق عام من مقتضى الربوبية، أن من مقتضى الربوبية الخلق والرزق والملك والتدبير وإجابة الدعاء، هذه كلها من مقتضيات الربوبية، وهذه عامة لكل الخلق. فالله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المسلم، ويرزق الحيوانات ويرزق الحشرات ويرزق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. ولكن ثمة رزق خاص، وهو رزق الإيمان للقلوب. هذا القلب يحتاج إلى رزق وإلى عطاء، وهذا خاص للمؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في مصنف ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني في السلسلة، أن الله سبحانه وتعالى قسم أرزاقكم كما قسم أو قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الإيمان من يحب، والعطاء هو الرزق كما ذكرنا لكم في المعنى اللغوي للرزق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يتركنا هملا، أي أن الله جل وعلا عندما خلقنا ورزقنا لم يتركنا هكذا هملا، أي مهملين معطلين، لا نؤمر ولا ننهى، كما قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أي لا يؤمر ولا ينهى. وكما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. تعالى عن ماذا؟ تعالى على أن يخلق الإنسان هكذا سدى وعبث، هذا من غير الحكمة أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق ويتركهم هكذا، بل من حكمته سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعلة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: بل أرسل إلينا رسولا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه الله جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه هي الحكمة بارك الله فيكم من إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الرسل هي طاعتهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن الحكمة من خلق الإنس والجن العبادة، والحكمة من إرسال الرسل الطاعة. ولكن هذه المعصية لا بد من التفصيل فيها، وإلا ليست كل معصية تكون كفرا مخرجا من الملة، فإن الخوارج ومن لف لفهم من الفرق المعاصرة اليوم كالإباضية الموجودة في عمان، في الجزائر، في ليبيا، في تنزانيا، هؤلاء اليوم هم على عقيدة الخوارج الأوائل تماما، حذو القدة حذو النعل بالنعل، فهم يقولون كل من عصى الله سبحانه وكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، شرب الخمر كفر، زنى كفر، شرب الدخان كفر، كل من عصى وأتى بمعصية من المعاصي قد خرج من الإسلام
ودخل في الكفر لقوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. وهذا من الفهم السقيم، ولذا وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة للنظر في جميع النصوص، فلا بد من التفصيل والبيان، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فالمعصية أحيانا تطلق على الكفر، وأحيانا تطلق على الكبيرة، وأحيانا تطلق على الصغيرة، فلا بد من إنزال كل نص بمنزلته. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل. إذن المعصية هنا معصية إيش؟ تكذيب. أما إذا قيدت بارك الله فيكم المعصية بترك أمر أو فعل محرم مما هو دون الشرك فليست كفرا مخرجا من الملة. ولذا ذكر بعدها المصنف رحمه الله تعالى مثالا على هذا العصيان بعصيان من؟ بعصيان فرعون، فقوله فعصى فرعون الرسول. العصيان هنا من فرعون هو التكذيب، ولذا قال لموسى وإني لأظنه كاذبا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أظنه هنا بمعنى ماذا؟ اليقين، وإني متيقن أنه كاذب. هنا تكذيب للرسل، وهذه هي المعصية. ولذا عندما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله جل وعلا له الآن وقد عصيت. ما هو العصيان؟ التكذيب، تكذيب للرسل أن موسى ليس رسولا وأنه لم يبعث وأن الله جل وعلا أصلا غير موجود كما عند فرعون. يقول الطبري رحمه الله تعالى عن قوله الآن وقد عصيت، قال الآن تقر لله جل وعلا بالعبودية وتستسلم له في الذلة وتخلص له الألوهية وقد عصيته قبل نزول نقمته بك فأسخطته على نفسك وكنت من المفسدين في الأرض الصادين عن سبيله، فهلا وأنت في مهل وباب التوبة لك منفتح أقررت بما أنت به الآن مقر. انتهى كلامه رحمه الله. فالمعصية بارك الله فيكم ليست على درجة واحدة، قد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا. ولذا عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماة في جبل على جبل الرماة في غزوة أحد أن لا يبرحوا مكانهم ماذا فعلوا؟ عصوا. سماها الله جل وعلا معصية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هل هذا العصيان أخرجهم من الإيمان؟ أبداً، هم كانوا من شهداء أحد، صلى عليهم النبي عليه، كيف يصلي على الكافر؟ أو عفواً كيف لا يصلي عليه؟ كيف دفنهم ولم يغسلهم وزارهم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء شهداء أحد، نعم. وكيف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبورهم ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم للاحقون؟ أين الخوارج من هذه النصوص؟ إنما هم نظروا بعيني أعور، لكن المسلم المؤمن الموحد ينظر بعينين في النصوص. إذا أغلقت عين ونظرت بعين ضللت، تأتي إلى نص ويل للمصلين ثم تسكت، تقول الله سبحانه وتعالى منعني من الصلاة. ولذا يذكر
أن أحد أرباب المذاهب لا يصلي، شيخ كبير لا يصلي. فيعني أحدهم جاء جديد في هذا المذهب فقال: يا شيخ لماذا لا تصلي؟ قال: لا تسأل، من اعترض انطرد. قال: يا شيخ دعني، من اعترض انطرد. الذي لا يصلي إما الحائض وإما المجنون وإما الميت، وأنت لست ميت ولست حائض ولست مجنون. قال: يا ولدي أما تقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكان فعل ماضي. مثل هؤلاء ينتقون من هذه النصوص، كان فعل ماضي. سبحان الله. ومن قال لك أيها الأبله أن كان فعل ماضي فقط؟ ألا تدل على الاستمرار؟ وكان الله سميعا عليما، يعني كان سميعا عليما. والآن إيش؟ ها، ما يمكن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله وغير ذلك. لكن بارك الله فيكم، كما ذكرت لكم في المقدمة أن من أصول أهل السنة والجماعة الأخذ بالكتاب والسنة وفهم الصحابة. أما أن يأتي إنسان شبه مجنون أو معتوه ويأخذ من هذه النصوص ويعبث بدين الله جل وعلا، وكل هؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع يأخذون شيئا من النصوص، شيئا من النصوص، كما يقول: كانت إن الصلاة كانت على كتاب موقوتا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويل للمصلين، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وغير ذلك من غير تفصيل ومن غير بيان. قال: فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا، كقوله جل وعلا: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أي أصابها مطر شديد، أي أن الله جل وعلا أخذ فرعون أخذا شديدا. وكما قال ابن عباس: احذروا إن عصيتم كما عصى فرعون أخذكم الله جل وعلا أخذا شديدا. هذه هي المسألة الأولى، أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. الثانية: أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يرضى. أخذها المصنف رحمه الله تعالى من قوله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فالشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يحبه ولا يثيب أصحابه. والشرك بارك الله فيكم ما هو؟ تعريف الشرك صرف العبادة لغير الله. طيب أنا ما صرفت العبادة لغير الله، جاءك شخص يقول لك هناك مدبر غير الله، هذه ليست عبادة. طيب هو مساواة غير الله بالله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. ودليل هذا التعريف قوله جل وعلا: فالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية. وأصل الشرك، وأصل الأصل الذي خرج منه الشرك ما هو؟ التمثيل. فكل شخص أشرك مع الله سبحانه وتعالى فقد مثل الله جل وعلا بخلقه. فالذي يزعم أن ثمة خالق أو رازق أو مدبر غير الله جل وعلا فقد مثل الله بهذا المخلوق،
ولذا بعضهم في بعض البلاد من الخرافيين والقبوريين وغيرهم يقول أنا ماذا أحيي الموتى وأنزل المطر، بل وصل الحال ببعضهم كالجفري مثلا، تعرفونه، يقول إن الولي يخلق الجنين في رحم المرأة، يقول يخلق الجنين في رحم المرأة، يقول ألا تريدون الدليل؟ نعم، يقول الدليل ولئن سألني لأعطينه. فإن الولي لو سأل الله جل وعلا أن يخلق أن يمنحه أن يخلق الجنين لا أعطاه ذلك. ممتاز جدا. طيب لو أن هذا الولي قال يا رب العالمين أريد أن أكون نبيا، قال يا رب أريد أن أكون إلها معك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن ولئن سألني لأعطين، ولئن سألني السؤال الممكن الذي يعطى إليه ليس الممتنع إعطاؤه إياه، ولكن هؤلاء يلبسون على الناس. فمثل الله جل وعلا بهذا الولي المزعوم، عافانا الله وإياكم من ضلال هؤلاء. وأيضا بارك الله فيكم في مسائل الأسماء والصفات كما معنا في عقيدة ابن أبي زيد، فكل هؤلاء الناس الذين انحرفوا بباب الأسماء والصفات مثلوا الله سبحانه وتعالى، ففتحوا القرآن وقالوا الرحمن على العرش استوى، ثم أقفل المصحف وقال سبحان الله الرحمن العرش استوى، يعني كاستواء بلقيس على العرش، أعوذ بالله، إذن لم يستوي. شبه الله جل وعلا باستواء المخلوقات ثم عطل، فمثل أولا ثم شبه فمثل أولا ثم عطل ثانيا. وأهل السنة لا يعطلون ولا يمثلون، لسنا نشبه ربنا بعباده، إن الممثل عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. المعطل لا يعبد شيئا، المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد وثنا، لأنه مثل صورة في ذهنه فعبدها، والمعطل لا يعبد شيئا. ولذا حتى الكفار الذين كانوا في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا خيرا من هؤلاء الجهمية. لماذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ماذا قال أبو حاد على الجواب؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما قال له يا إبراهيم حتى ربك الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لكن ما قالها، لكن قالها الجهم، قال ربي الذي أعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني شيئا. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدثان، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان، كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني، وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره، فاعجب لذا البهتان. هذا هو قول الجهم، هذا والله ما قاله حتى آزر المشرك والد إبراهيم، ما قاله. هؤلاء مثلوا الله جل وعلا فعطلوه ثانيا. وكذلك من أشرك في الألوهية فقد مثل الله جل وعلا، فقد ظن بعض المشركين أن الله جل وعلا الملك مثل ملوك الأرض، الملك في الأرض ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية أو كذا أو كذا، هل يعلم عن أحوال شعبه واحدا واحدا؟ مستحيل، لا يمكن هذا. ولذا وضع له وزراء، هذا وزير كذا وهذا وزير كذا وهذا وزير كذا، لماذا؟ لكي يقوم بهذه المهمة.
فهؤلاء الناس ظنوا أنه لا نستطيع الوصول إلى الملك أو إلى الحاكم أو إلى الرئيس إلا بواسطة الوزراء، فيذهبون إلى الوزراء فيشفعون لهم عند الحاكم ويقولون هكذا الله عز وجل لا يمكن الوصول له مباشرة، لا بد من الوزراء. ما الوزراء؟ عيسى، ود، اللات، العزة، كل شخص اختار له آلهة يعبدها من دون الله جل وعلا يتخذها واسطة. فشبه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بخلقه، ثم عبدوه مع الله تعالى الله وتقدس. إذن هذا هو الشرك بارك الله فيكم. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: هذه نزلت في أعضاء السجود، هذه الآية نزلت في أعضاء السجود، فإن هذه الأعضاء هي خاصة للسجود، فلا تسجد بها لغير الله جل وعلا، فلا تسجد بها لغير الله جل وعلا. طيب، فلا تدعو مع الله أحدا. الدعاء سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في العبادات 15 التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فنرجع الكلام عنها في موضعه. قال الثالثة: فمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذه المسألة بارك الله فيكم تسمى بمسألة الولاء والبراء، وهي من أدق المسائل في العقيدة. ثمة مسائل من أدق المسائل في أبواب الاعتقاد، ففي عقيدة أهل السنة والجماعة من أدق المسائل مسائل القدر، وفي توحيد العبادة من أدق المسائل مسائل الولاء والبراء، يكثر الخلط فيهما، ويكثر الخلط في مسائل القدر وغير ذلك. ولذا أنا دائما أقول للإخوة: ينبغي لطالب العلم أن يهتم اهتماما بالغا شديدا في مسائل الولاء والبراء، في توحيد الألوهية، وفي مسائل القدر في عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المسألة ما هي؟ أحسنتم، من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة لهم، وليس الأمر كذلك. انظر إلى هذا العالم البحر الذي تبحر في العلوم الشرعية، أخرج لنا هذه الكلمة أنها من أدق المسائل في مسائل العقيدة. إذن في تفصيل هذه المسألة سنتكلم عنها من عدة وجوه. الوجه الأول: تعريف الولاء والبراء. الولاء في اللغة هو القرب والدنو والمحبة والنصرة. الولاء هو القرب والدنو والمتابعة والنصرة والمحبة وغير ذلك من الأمور المترادفة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما معنى أولى هنا؟ أقرب رجل للميت. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، كيف قسمه؟ هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، لماذا؟ لأنه أقرب، أقرب رجل ذكر للميت. لعلنا في الدورة القادمة ندرس الفرائض، ما رأيكم؟ طيب إن شاء الله تعالى. طيب، الثاني بارك الله فيكم البراء، وهو البعد والخلاص والعداوة. البراء الابتعاد والتخلص والعداوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والولاية
فتح الواو. الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة، والقرب وأصل العداوة البغض والبعد. هذا هو الوجه الأول في تعريف الولاء والبراء. الوجه الثاني بارك الله فيكم، كما ذكرنا لكم أن هذه المسألة من أدق المسائل. لماذا؟ هنا ينبغي أن نبين منزلة الولاء والبراء في العقيدة. أولا، هي من صلب معنى لا إله إلا الله، لأنه عند إثبات الألوهية لله جل وعلا والكفر بالطاغوت لا يتحقق ذلك إلا مع عداوة الطاغوت وأهله ومحبة كلمة التوحيد وأهلها، وإلا كانت المحبة ناقصة إن وجد نقص في ذلك، وإن انتفت بالكلية انتفى معنى لا إله إلا الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الحب والبغض من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله جل وعلا ومحبته، ونفي التأله لغير الله وكراهته، فلا يكفي أن يعبد الله جل وعلا ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غير الله والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاؤه ويبغض ذلك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وحقيقته أيضا، أي الولاء والبراء، البراءة من عبادة غير الله والولاء لله، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال أيضا: قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. وهذه براءة منهم ومن معبوداتهم، وسماها براءة من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. إذن لها علاقة أصيلة في معنى لا إله إلا الله، إذ هي من لوازم تحقيق شهادة التوحيد. وأيضا المسألة الثانية التي تتعلق بالولاء والبراء في العقيدة، أن مسألة الولاء والبراء تتعلق بالتكفير. تتعلق بماذا؟ بالتكفير. فثمة ولاء وبراء يخرجان المرء من الإسلام إلى الكفر، وثمة ولاء وبراء لا يخرجان من الإسلام وإنما ينقص الإيمان. فعدم التفريق بينهما يكون موقع، أو يعني يوجد هناك الزلل والخلل. إذا لم يفرق بين ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، وجعل الشيء بابا واحدا، فإما أن يقع في الإفراط وإما أن يقع في التفريط. طيب، الوجه الثالث بارك الله فيكم: من تجب معاداته من كل وجه، أي المعاداة التي لا حب فيها ولا موالاة فيها بوجه من الوجوه، وهؤلاء هم الكفار والمشركين والملحدين والمنافقين وغيرهم من الكفار الذين اختلفت مذاهبهم. فهؤلاء تجب عداوتهم العداوة الدينية، تبغضهم وتبغض أديانهم التي يحادون فيها الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فتجب معاداة الكفار لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء الكفار إذا واليتهم موالاة دينية تحبهم، تحب دينهم، وتتمنى أن يعلو الكفر على الإيمان، فهذا مخرج من الملة، وهذا دائم لصيق بالرافضة. فما استطاع أي عدو من أعداء الإسلام أن يدخل على المسلمين إلا بواسطة الرافضة. ولذا لم يدخل جنكيز خان، تيموجين، يوسوغاي البربري، عفوا التتري المغولي، ومن التتر والمغول كلاهما قبيلة واحدة، لم يستطع أن يدخل إلى العراق إلا بواسطة الرافضة، كنصير الكفر الطوسي وابن العلقمي وغيرهم من الرافضة، هؤلاء الوزراء الذين ماذا؟ الذين استطاعوا أن يمكنوا المغول من الدخول إلى البلاد الإسلامية، وكذلك في الشام، وكذلك الآن في العراق وغير ذلك. فالرافضة هم بوابة الكفرة والفجر، يفتحون الأبواب لأعداء الإسلام لكي يدخلوا على المسلمين فيفسدوا أديانهم ويسفكوا دماءهم. طيب، الصنف الثاني بارك الله فيكم من تجب موالاته من كل وجه، أي الموالاة الكاملة التي لا بغض فيها بوجه من الوجوه، وهم عباد الله جل وعلا المتقين، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم الصحابة الكرام، وكذلك المؤمنين الذين لم يتلبسوا بمعصية أو بفسق أو ببدعة أو بنحو ذلك. فهؤلاء تجب موالاتهم من كل وجه. والدليل الأول أي محبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك يا رسول الله أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أو لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال: أنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فتجب محبة الأنبياء محبة فوق محبة النفس، ومحبة الصحابة واجبة لكل الصحابة رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا يقاس على أيضا بقية الصحابة من المهاجرين من باب أولى، وكذلك السائر المؤمنين، قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن الذي تلبس بمعصية أو بفسوق، فيحب على قدر إيمانه ويبغض على قدر معصيته وفسقه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وطاعة، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لفقره ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله جل وعلا بقدر إيمانه، بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب،
حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الوجه الرابع بارك الله فيكم مسألة البراءة من أصحاب البدع خاصة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الولاء والبراء يأتيان حتى في باب السنة والبدعة، فيوالي من على السنة ويعادي من على البدعة بقدر بدعته، فالولاء والبراء يتجزأ. إذن الولاء والبراء داخل في باب السنة والبدعة، ولهذا بارك الله فيكم استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى على معاداة أهل البدع بهذه الآية التي استدل بها المصنف. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: استدل مالك من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال البيهقي رحمه الله تعالى عن الشافعي: وكان الشافعي شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهرا ببغضهم وهجرهم. وقال الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال: من أصول السنة عندنا، ثم ذكر بعضا من الأصول وقال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وقال البغوي رحمه الله تعالى: وقد اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال أيضا رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال الصابوني رحمه الله تعالى: ويبغضون، أي أهل السنة، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب، لقوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. الوجه الخامس بارك الله فيكم: ثمة مفاهيم خاطئة في الموالاة والبراء. أولا منها أن بعض الناس يعتقد أن الاستعانة بالكافر موالاة مخرجة من الملة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد قصة الحديبية، قال: ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافراً إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذ أخبارهم. واضحة هذه؟ أضرب لك مثال آخر بارك الله فيك. رجل مسلم تزوج بنصرانية، يجوز؟ يجوز. هذه النصرانية اعتدى عليها رجل مسلم يريد أن يفعل بها الفاحشة،
وأخوها موجود وزوجها. أخوها إيش؟ نصراني. فلو أن هذا المسلم اعتدى عليها وأراد هذا الزوج أن ينقذ زوجته، هل ينقذها أم يتركها؟ يقول هذه مسألة ولاء وبراء، يتركها؟ كان ديوثا إذن. فاستعان بأخيها، هل هذا كفر؟ هذا أقرب مثال بارك الله فيكم يبين لك حقيقة الولاء والبراء والاستعانة بالكافر أو نحو ذلك. أرأيت لو أن رجل يريد أن يعتدي على زوجتك مذهبا نصرانيا وهي حل بنص الكتاب، إن كانت عفيفة ليست بزانية تزوجت بها، ثم أراد مسلم أن يعتدي عليها، رجل مسلم مخمور أراد أن يعتدي عليها، فاستعنت بأخيها المشرك أو النصراني عفوا، قلت تعال ننقذ الأخت كذا كذا، وهذا رجل كان يعني يلعب الحديد والعضلات وعنده كذا وكذا، لم تسطع عليه لوحدك، فاستعنت بهذا المشرك لإنقاذ عرض زوجتك. الذين يقولون هذا كفر، هذا خالف الشرع والفطرة والعقل الصريح، وإن قالوا يتركها وقعوا في أشر من ذلك. فهذا المثال بارك الله فيك دعه حاضرا في ذهنك، تستطيع أن تميز في الحقيقة مسألة الاستعانة بالكافر عند الحاجة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. يقول: إذا دخل الشخص في المسجد وظن أن الفجر أذن وصلى صلاة الفجر وبعد الصلاة أذن الفجر، هل يعيد صلاة الفجر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم يعيد الفجر، لأن ثمة شرط تخلف وهو دخول الوقت، دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فلا إثم عليك ولا حرج، ولكن الصلاة ليست بصحيحة. كما أنك لو أنك صليت من غير وضوء ثم تبين لك بعد الصلاة أنك لم تكن على طهارة فتذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة. بارك الله فيكم، ذكرتم بالأمس الدرس الماضي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصبر على فعل الطاعة أكمل وأفضل من الصبر على ترك المعصية، فكيف يتوافق هذا مع كلام حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ما وجه التعارض بين الحديث والكلام ابن تيمية؟ لا أدري، أنه ثم تتعارض، ومع القاعدة المشهورة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ترك الطاعة أعظم مفسدة، لأن الله جل وعلا كما ذكرنا لكم قبل قليل خلقك لعبادته، هذه هي الغاية، فإذا لم توجد العبادة وجودك أيها الإنسان كان مفسدا في الأرض وإفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه المفسدة العظمى بترك الطاعة. ولذا تأمل بارك الله فيك أن معصية فرعون ما هي؟ ترك الطاعة. ومعصية آدم؟ لا، ارتكاب المعصية. فكان فرعون إبليس أشد من معصية آدم عليه الصلاة والسلام. ذكرتم المعصية إذا أطلقت وإذا لم تطلق فرق، أرجو منكم المزيد، فكيف ذلك؟ المعصية بارك الله فيكم تعرف من السياق، تعرف من الصيام. إذا كانت المعصية بترك أمر أو فعل محرم، الزنا معصية، شرب الخمر معصية، النخامة في المسجد معصية، لكن يعرف ضابط الكفر، يعرف ضابط الشرك، يعرف ضابط الكبيرة، يعرف ضابط الصغيرة، فتنزل
كل معصية بحسبها. نرجو أن تبين لنا الطريقة الصحيحة في معاملة العوام من أهل الطرق الذين يسكنون أي طرق، يعني الطرق أن يزفرتون الطرق، الذين يسكنون في الحي معنا، هل نسلم عليهم ودعوهم إلى السنة؟ ليس ثمة سلاح، أقوى سلاح لدحض الباطل هو نشر السنة. أرأيتم الأعرابي الذي بان في المسجد؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء بسجل من ماء، ماء كبير يعني أضعاف البول، فأتبعه إياه. هذه النجاسة تأتي بالسنة فتزيلها تماما. إذن نشر السنة بينهم يهديهم الله سبحانه وتعالى على يديه. المهم الذي لا يستطيع، هو يريد هكذا، الذي لا يستطيع الوصول إلى علماء السنة، هل يأخذ علوم الآلة عن أهل البدع كالأشعري الذي لا يدعو إلى بدعته من باب ارتكاب أخف الضررين؟ وإلا فماذا علي؟ أي ضرر؟ هل في قبرك ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك وما حكم الفاعل؟ لا تسأل عن اللغة العربية في قبرك، وهو ليس فرض عين حتى تقول أنه كذا. حتى ولو كان فرض عين فإنه مع الاستطاعة. هل دعك من هذا بارك الله فيك، هل أنك الحج بارك الله فيك أليس ركن من أركان الإسلام؟ دعك من طلب العلم، الحج ركن من أركان الإسلام، والحج لمن استطاع إليه سبيله. تقول أنا لا أستطيع الحج إلا أن أسرق، فأنا أرتكب أخف الضررين لكي أحج. لا يصلح هذا الفهم السقيم أبدا، لا يصلح يا أخي. تبقى عاميا جاهلا على السنة بالعموم خير لك والله من الدراسة على أهل البدع والأهواء. يقول ما حكم الأناشيد الإسلامية بدون دف يساوي الأغاني؟ هي الأغاني بعينها، هم فقط يأتون بهذه الكلمة الإسلامية، أناشيد إسلامية، رقص إسلامي، زنا إسلامي، شرب خمر إسلامي، ضع كلمة إسلامي يرتاح الناس، وإلا هو فالغناء تماما، يطرب ويدخل النشوة. ثم بعضهم يقول يا حبيبتي اقتربي مني وافعلي، من هذه؟ يقول أمي. يضحك علينا، هو الآن يتغزل بمحبوبته ومعشوقته، ثم تقول أيها المنشد ما هذا؟ يقول هذه أمي. هو يعبثون بالمصطلحات ونحو ذلك، فقط يأتون بكلمة يضيفون عليها إسلامي، يضحكوا على العوام وعلى الجهال. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخره؟ هذا خبر من أخبار الغيب، أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع الأمم التي مضت. وسأل الصحابة من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن غيرهم؟ وهكذا اتبع الناس مسلك اليهود والنصارى. فالقدر، بدعة القدر جاءت من سوسن النصراني، وبدعة خلق القرآن جاءت من الجعد، من الجهم أخذها عن الجعد، والجعد أخذها عن إبان بن سبعان، وإبان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام.
وبعض السلوك والأمور والضرب والرقص والذكر كذا كذا أخذت من الوثنية، وبعض العقائد الموجودة عند أهل الكلام أخذت من الفارسية، وهكذا. لا تتبعن سنن من كان قبلكم. انتهى. طيب، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. سما بارك الله فيك. انت سما ما شاء الله الحمد لله. واش ديك الصوري كي سا باسي لي غريان صاري. اوكي je connais pas si si je te donne tous les soirs tout là je me mange tout ce matin c'est des gars c'est on a qui السلام عليكم. انا يجر النار الشباب موسى موسى جيني كوناكي كولا كولا بدا سلي الحمد لله ما شاء الله بدا تمبري ما شاء الله بدا سلي عثمان ان شاء الله خلاني قال شو خير ميجوم بيني وارون قاسي انا كاين ما يودي بيني ما يودي عثمان سلا انا دارس في ريجون كوم ماريكو نيسا مي اندا مي هيو دي ني 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 مي هيو نيسا 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 محمد هو عطا هو عطا ها بوكو ستار نو بيتو ان شاء الله زواج مرسلي كونغولي زواج ان شاء الله زوجة ما 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 ما
انت زواج جيني ان شاء الله جيني عثمان زال كلا استعجل استعجل امين 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 شاشي pour moi شاشي pour moi une poula ان شاء الله ان شاء الله لا باش يا بابا السلام عليكم كيف حالك الحمد لله Yo, voilà.